المشاهدين عين عبينونة، لفت انتباهنا ايضا الاستوديو المصاحب لمهرجان ومزاينة بينونة اللعبة في دورته الثانية مع الاعلامي الاخ العزيز عبد الله الكربي. خلينا ندخل عليه لان في مجال على الهواء، باقي وقت عندهم على الهواء. خلينا ندخل عليهم ونشوف شو برنامجهم معنا. السلام عليكم. الله حي خلي الشاعر. مرحبتين زميل اعلامي عبد الله، حياكم الله. الله يسلم. خبرونا عادتكم 10 دقائق على الهواء، قلنا ناخذ فرصه وناخذ عن هالاستديو استريح من عادتك. والله اللي مرحبا بك يا حسين، والاستديو هذا استديوك ما يحتاج. طول عمرك. هو نحن متواجدين هنا في مهرجان ومزاين بينونة الليبل الموسم الثاني لتغطية هذا المهرجان، ومثل ما تشوف الأجواء التنافسية هذه اللي نعيشها، وانت خاصة تعيشها برا ومع الناس ومع المشاركين، تستاهل هالتغطية وتستاهل هالدعم. طبعا هالمهرجان برعاية سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد أنه يام ممثل حاكم بالمنطقة الغربية، هو بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات، وقايمين بها على أكمل وجه. الحمد لله. ونحن نتمنى لهم التوفيق أكيد. وياك يا عبد الله وياك. الله يسلمك. ايضا لفت انتباهنا وجود الشاعر شاعرنا خليل. نعم خليل المزروعي. نعم مرحبا. الله يحييك يا خليل. ايش حالك؟ حييك. خليل خبرنا عن دورك ايضا في هالاستوديو اللي مصاحب لمزاينة بينونة مع اعلامينا المبدع عبد الله الكربي، شو دورك؟ والله انا طال عمرك لي قرب حق تحليل. نعم. المزاين كامل. ممتاز. متخصص في فئة معينة ولا لا؟ في الفئات كلها. فئات كلها. عن المواضيع كلها موجودة. بطلعك من جو التحريك كله برع خليلنا اليوم، لان انت شاعر مبدع. لكن قبل ما ناخذ منك القصيده او نطلبك القصيده، لازم اوجه كلمه لمشاهدينا عبر برنامج عين عبينونة. نحن نشجع ونفرح ونسعد لما نشوف الشباب في لجنه التحكيم ومن اهل المنطقه، اهل منطقه مدينه زايد. هذا يدل على ان شاربين الموروث ومتشربينه وعايشين فيه. كل التحيه لك يا خليل ولكل من يمثل التراث من ابنائنا ومن اخواننا ومن شبابنا في الدوله، فتستاهلون كل تحيه. نحن طال عمرك الشرف ان نحن قاعدين في المكان هذا، وهذا مزاين مزاينتنا نحن، وبندعمها بكل شيء نقدر عليه. كفو. اللي نقدر عليه نحن نعرفه يعني. كفو الشعر. اما شيء من فوق طاقتنا ما نقدر. لا يعني نقدر الحين مو مقصر. بياض الوجه بياض الوجه. يبونه تحليل في اي شيء موجود. بياض الوجه. يلا الحين دورنا نطلع من التحليل ونطلع من الدوله المزاين، نبغي قصيده منك يا خليل تهديها للمشاهدين. قصيدة نقول يا خليفة زايد القايد، يا خليفة زايد القايد، انت ابونا وانت قايدنا شيخنا، وانت خلف زايد وعقب زايد، انت زايدنا لك غلا بقلوبنا سايد، ما تعبر به قصايدنا، لك غلا بقلوبنا سايد، ما تعبر به قصايدنا، يا ذخر البلاد يا النايد، يا محقق كل غايتنا، حدنا الصعب له وايد، وشوف ولانا لك وطاعتنا، والله انا نظهر الكايد اللي تذخر بها عوايدنا، يا خليف الزايد القايد، انت ابونا وانت قايدنا شيخنا، وانت خلف زايد وعقب زايد انت زايدنا. الله صح لسانك وبيض الله وجهك. صح الله وجهك. زين الحين بنرجع للجانب المزاينه وجانب احنا اليوم في اليوم الثالث. خليل شو انطباعك او شو الاجواء اللي تشوفها او شو حده المنافسه وقوتها؟ والله المنافسه قويه. تشوف زايد بينونة تعتبر بوابه لمزاينه الظفره. نعم. واللي هذا المزاين تاهله حق مزاين الظفره. وفي بوش العام هني فازن بمزاينه بينونة وثبتن بمزاينه الظفره. صح. ان الاشواط اللي هني تكون شوط شوط. صح. تكون يعني قوه، لكن بعد مزاين الظفره يكون مزاين خليجي. صحيح. مش مزاين الامارات. واعداد كثيره. واعداد كثيره تجينا من الكويت، من السعوديه، من قطر، من عمان، يعني تتوافد من احسن الانواع. صحيح. وخبرنا عن اليوم شنو المشاركه اليوم؟ اليوم طال عمرك الثنايا والحوت. مياهيم ومحليات. والحين هذول طال عمرك اللي موجودات في الشبوك العشره الحين فرزوا، يعني لو انت بدري الصبح بدري من الوقت تشوف الاعداد فوق الاعداد هذه، الحين بس خلوا العشر الحين بدا طال عمرك التحكيم فيهم والتشبيه وبدا التصوير، صوروا العشر كلهم وبعد فتره شوي شيء بيبدا اعلان النتائج. النتائج الله يوفقكم ان شاء الله. الله يوفقكم. كلمه اخيره لبرنامج عين عبينونة ممكن؟ والله نحن نشكركم انت يا حسين وبرنامج بينونة كامل، وبيض الله ويوك على النقل وعلى كل شيء تسويه. بيض الله ويهيك على مشاركتنا ايضا، وانت عندك هواء. نرجع لمذيعنا ومتميز اللي دائما متواجد. حسين انا ما اقدر اقول شيء،
خلوا عينكم على عين على بينونة، تراه ما في حيلة. ما فيك حيلة أنت عبد الله، الله يحفظك. كل التحية للزميل المبدع أيضا ولضيوفه على هالمجهود الكبير اللي يقومون به، طبعا استديو مصاحب لمزاينة بينونة الإبل، الله يحفظكم بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق وتابعونا إن شاء الله، الله يطول عمرك. نطلع فاصل ونرجع نشوف، أو نطلع نشوف فقرة ثانية. يا إمارات الوفا والسلام، دارنا يا عزنا والفخر. مشاهدين برنامج عبينونة، لقائنا بيكون مميز إن شاء الله بتميز الاسم اللي بنلاقيه إن شاء الله، الفندي خميس الفندي المزروعي، من أهم الأسماء اللي دائما لها بصمة في مشاركاته ودائما متواجد في منصات التكريم في مزاينات الإبل. حياك الله يا الفندي. الله يحييك يا حسين، الله يرحم الساعة. وش حالك؟ بشرنا. الله يطول عمرك. الحمد لله بشرك. طيب الأمور. الحين طبعا نبغي انطباعك أول شيء عن مزاينة بينونة اللي خصصت لأبناء الإمارات. والله الله يطول عمر شيوخنا معازيبنا، ما صراحة ما قصروا، وهذه حطوها لنا نفس التأهيل حق الظاهرة أنا أشوفها يعني. نعم. مشارك اليوم الفندي؟ إن شاء الله أكيد أنا مشارك. إن شاء الله. شارك ان شاء الله، حتى لو ما نشارك نحن حضورنا نشارك مره في المزاين، هاي مزاين اهم مزاين لنا احنا يا هالمنطقه خاصه يعني. صحيح. اي شوط مشارك الفندي؟ انا مشارك في الحيل تلات. تلات وانت من اهم الاسامي، ربي يوفقك ان شاء الله. تنتظرون النتائج الان؟ وياك هنا عم ننتظر النتائج. يا حي الفندي، اذا قينا وناخذ منك كلمه ومع انه ينتظر النتيجه يعني، الاعصاب العاده تكون مشدوده لكن دائما ان شاء الله. نحن لا خلاص قد تعودنا. مريح اليوم. مريح يعني مباراته طايحة كل شيء مرة على ما يرام هو. هذا فايز هنا بن مفرد المحل الأول بالناموس. الناموس خير وعافية إن شاء الله. نتعرف عليك محمد مساعد، محمد مساعد المنصوري. ونعم والله، ونعم أبو مساعد من غياثي. ونعم بأهل غياثي. ونعم طول عمرك أبو وعمرك وعمرك إن شاء الله. عندي بكرة البارحة فايز أمس في المهاريد مأخذ الأول. تستاهل. أي نعم تستاهلون خير وإن شاء الله تفوز في الظفرة إن شاء الله. ان شاء الله هو حاله من فازت الظهر اني عرس. ها من فازت عرس مره دول لي حرمه بس خذت الاول بس من خذت الاول الحرمه جت مره لا ترد عقب لا لا ما ترى ترى يطلع الهواء لا خلاص عندي ابو خميس هني خلاص شوف لازم الحرمه تسوي يقول خلاص مره روح النوم من وافقات الحرمه علي انا تكلفه العرس اشكرك طول عمرك مدها خلاص مره شاهدين مشاهدين عين عبينونة اذا جابت الاول لازم تطلعها ترى لا والله ما منتجها مره ثانيه دوما برنامجي كل شيء يطلع على ما بس طلعها على الهواء مباشر اشكرك اي نعم ولا على الثاني ها بتاخذها ثلاث عندي الحين باخذ الرابع بعدي بعدي نعم. بعدي بسكر عليها بعدها اطلع واحده منها خلاص نشوف واحده بعد منا ولا من عدل من زين نطالع نطالع لازم هذا لازم جديد كل سنه جديده تطور الحين الحين مزاين بينونة كل سنه في تطور الله يطول عمر الشيوخ امين يدعمونا كل كل سنه كل سنه احسن من سنه صحيح لازم نطور لازم نطور يعني على قدام كل سنه ما ترقى ما طاعت ترقى مره خلاص من الحين مطيله مرقى ما اسم الهواء جديد بس توكل حلوة يا مرحبا يا حسين نشكرك ونشكر قناة بينونة الصراحة هاي قناة مفضل الاسم نحن كم يسوى الله يطول عمرك اسمها عندنا صراحة في قلوبنا يعني طول عمرك والله يطول عمرك عاد نحن في برنامج عين على بينونة وفي مزاينة بينونة عبر قناة بينونة ما يحتاج مرة كلها وكنا في بينونة نحن ربي يطول عمرك احنا سعداء بينونة كنا والله سعداء بكم وبتشريفكم ونشكركم وانتم الصراحة انتم شو اقول لك يعني تكلمتوا عن التراث يعني اشياء كثيره يعني فهمتوا حق ناس عند اجيال جديده يعني ما تعرفها حق شباب يعني الحين في شباب عندنا يجونا في المزاين احسن لهم عن شيء يتعلموا على البل يتعلموا على الهجن يتعلموا شافوا الناس كيف شيء المزاين صحيح صحيح بيض الله وجهك الفندي وبالتوفيق ان شاء الله مشكور يا حسين الله يوفقك ان شاء الله بس اليوم الله يطول عمرك تواصل في اللقاءات وفي نقل الانطباعات من ملاك الحلال والمشاركين ايضا لكم مشاهدينا عبر برنامجكم عين على بينونة. عندنا ابويا ابو عيضه انطباعك عن المزاينه خصوصا المزاينه طيبه والمهريان طيب وطول عمر شيوخنا مع الله فرح وخير والحلال طيب ويعل عمارهم طوال
وما قصروا فينا وكله فرح ونعام. الحمد لله يعني ربي يدوم شيوخنا علينا ويعطيهم ويعطي خليفه الصحه والعافيه وهم اخوان. امين. ما علينا قصيرة شيء، فلوس وايده والحلال طيب ووايد وكل شيء زين، ما علينا قصيرة شيء. وكل الحمد لله هذه الايام كلها فرح. الحمد لله. كلها فرح ونعمه. والحمد لله ما علينا قصيرة شيء، مره من كل شيء متوفر. اللهم لك الحمد. في المهريان وفي المنصه وفي الحلال وفي كل شيء. ما علينا قصيرت شيء، مرة كل شيء متوفر. اللهم لك الحمد. مشارك أبويا اليوم؟ مشارك، نعم مشارك بإذنية عندنا، وذي هي في العشر ذي لا اللي قدامنا هذا الحين. يا الله بالتوفيق والنعم إن شاء الله. ويا الرب يا بعد يدوم الفرح ويخلي لنا شيوخنا ويدوم الأمان علينا يا ربي احنا وشيوخنا. آمين أبويا. والحمد لله ما شيء علينا قصير، كل شيء الحمد لله. الايام ذي يا رب يطول عمر شيوخنا من يجي الوقت ذي وهو فرح شهر كامل وهو فرح. اللهم لك الحمد. وذي كله من فعل شيوخنا. استاهلوا والله. ولا احنا ما نقدر بشيء. الله يحفظكم ان شاء الله. والقايل والقايل. حبيت اني اخذ بعد كلمه من ذي بخيت، هو الروح بخيت. هذا بخيت رعيم غيظه. رعيم غيظه مرحبا. هلا ومرحبا. يستاهل رعي النواميس. والله نحن متنومسين اليوم طالع مرتب المزاين. بخيت بن راشد بن طرفيش المنصوري متنومسين. المزاين مزاين بينونه، والغناه غناه بينونه، والارض ارض بينونه، ويمثلها حمدان بن زايد رئيس المنطقه الغربيه. ان تسمع هذا الناموس كله للشيخ حمدان بن زايد حفظها الله، اللي يمثلنا ويمثل الارض اللي احنا عليها. الله يطول عمره. وهو كله البركه من اول المزاينات الى اخرها، وحياة التراث. وعلى ابونا العزيز الغالي اللي هو خليفه بن زايد ابو الكل والجميع، ويمثله الفريق الاول ابو خالد محمد بن زايد ال نهيان حفظه الله. آمين. والفضل فضله والبركات بركاتهم، ونحن تحت رايتهم. كفو. بكل معنى في محافظه السمعه وفي الارض وفي المزاينات وفي احياء التراث، ونحن لا نقتني منهم في كل شيء، وهو ما قصروا كل شيء وفروه لنا، وطارت عمارهم الصغير منهم والكبير. امين. انت تسمع. نعم. ونحن اليوم متنومسين ناموس فايق، مو بناموس صغير، لان المزاين مزاين حمدان بن زايد، والارض بينونه، والغناه بينونه، طول عمرك. و شيء ثالثه، والارض بينونه. صحيح. نعم. مشارك. مشارك من طريفيش اليوم. ومشارك نعم بمغيظك رصيدها 15 سياره، وان شاء الله من هذا واكثر. يقول ابو عيض يقول راعي النواميس. انت تسمع النواميس هالنعمه اللي احنا فيها. اللهم لك الحمد. النعم. النواميس الشوارع اللي فتحت انتم ما شفتوها 40 متر الشارع العام، هذا ناموس وسلامه للجميع، وهذا محافظه دولتنا علينا. الله يحفظك. انت تسمع شارع بدع زايد الى غياثي صار 40 متر علم من هوله النا نحن. صحيح. وهذا ناموس من شيوخنا النا، ونحن نشكرهم على كل ما قدموه لنا ومعترفين فيه، ونحن خدمهم لا بالحلال ولا بالرجال. كفو. انت اسمع. والسلام ختام. الله يطول عمرك. ما عقب هالرمسه بعد اي سؤال. لكن لفت انتباهي ايضا تواجد لي اسم لامع من اسامي خميس متحفز يقول زين. تم تم تم. وناخذ اللقطه ايضا، يستاهل الكلمه الطيبه مني. خميس بشدي المنصوري ايضا احد الداعمين لهذه المزاينه والمتواجدين دائما. تحياتنا لك يا خميس، الله يحفظك. قال لي انا متحفز يوم بنزل تحت، تعال باخذ اللقاء. متواصلين في عين عبينونه، خلوا عيونكم على قناتكم. مشاهدينا ما اخذنا ولا كلمه، دخلنا سيدي على التصوير لانه ما شاء الله يدعى اربع طيور من هياي والوقت متاخر، باقي طير عاد ما ادعوه، فقلنا نصور ناخذ لنا كم لقطه قبل ما المغرب علينا. حيا الله شاعرنا، مندمج ويا الطياره الشاعر. لا خلاص روحتي اشكرك. ومعلق الطير بعد؟
الكويت روح على بيتك. سلام ما شاء الله عليك. اي والله هذه مساعدة الاهل اهل الطيور. طيارة وتدريب للطير ولياقة. نعم هي اهم حاجة هي صعود الطير من الارض من ارتفاع فوق بين 50. خلي المايك عندك ابو الهيال. عندي مايكي. وشاب طبعا ولا مطالب مسك متعودين عليه نجم في الشعر ومن نجوم شاعر مليون اللي ما فيها كلام الشعر لكن ايضا صقار ومن افضل الصقارين على مستوى الخليج. وشهادة حق انا اقول يعني حتى في مهرجاننا مهرجان بيزره كان هو واحد مثله صقار الامارات فما يخليها الرياضه هذه ودائما في مقانيس ودائما في سفر. وخبرنا بن هياي عن الطيور وخبرنا سالم. طبعا سالم بالسم حياك الله يا سالم. سالم بعد راعي طيور. لا خلاص تبغى شيء سالم ولا الدري ولا خبرنا يا شو تسوون تدعون اشرح لنا خبرنا. طبعا انت في الموسم الاول كنت وياي مخرج ومساعدنا في البرنامج. الطيور برنامجها طويل شوي تعرف انت الناس تاخذ طيورها تدربها من الصفر طبعا خصوصا الجير شوف اروح هذا ما شاء الله الطياره ردت بروحها. ناخذ الطياره طبعا يستخدم الطياره سالم شوف الطياره احمد عفوا يستخدم الطياره في تدريب الصقور ما شاء الله يقول لي براي حسين بترد روحها على الجي بي اس اظن الجي بي اس وفعلا طارت من عندنا والحين اوكي بترجع لنا. انزين كمل بالشاب. الجير يفتقد اشياء كثيره من فنيات الطيران والصيد والحركات اللي هي يستعملها الطير الوحش في الصيد والهدد وهذا. فنحن غير نقلة الطير وتربيبه في عندنا شغلات كثيره تعلمونها نعلمها لان هذا الطير ماخذنا المزرعه انت في كثير من العضلات في الجسم مش شغاله يعني مثلا يعني بيكون مفكوك في هنكر في هنجر يكون مثلا يعني المنطقه اللي 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 مسوي الهك فيها محصوره صغيره صحيح. فعشان توصل انت المرحله اللي هي مثل الوحش اللي هو هاد برا وصايد انت لازم تتعبد صحيح. من ضمنهن هاي الطيارة طبعا هاي نحن نتخذها بعد ما نخلص خطوات اللي هي لا مش لياقة. اول شيء تربيب الطير تنقز على يدك لين ياخذ عليك الطير بعدين على فرية او شيء عشان يعرف ان هاي هي فرية بعدين تحط الفرية في تلواح عشان تتعلمه على تلواح وتدعاه على التلواح يوم تحسه ان في التلواح زين وطياره يعني تقريبا 60-50% تنمي. طبعا الجير ما يكون اعتماده على الارتفاع من تدعاه بيكون يعني مسافه 10 متر من الارض. فانت خلاص تغير برنامجه هني تغيره على الارتفاع تحط له الطياره. سلام. الطياره ترفعها من عندك من 50 لين 700 متر لانها بعد هذه فيها عيب اللي هو الارسال. لا الارسال ارسالها 700 كحد اقصى يعني. بس 700 ما شاء الله لا مو بشويه 700 ولكن يوصل مرحله الطير ان 700 هذه ما تكفي. يزود. اي لان الحباره والكروان هذا ما اعرف 700 ولا 1000 ولا 2000 ما شاء الله. اي روح. واللي فيها زين انها يستخدمها حتى الياهل. فيها نظام اللي هو التوازن وفيها نظام في حال انك انت طرشتها بعيد وقطع الارسال تفصل هي وترجع لمكانك. اي يعني ما تضيع في حال انت بنت الجي بي اس يمكن تضيع. الحين نحييك ابو شهاب على تعلق بالقصيد بالتراث نحيي كل اللي مثلك وشرفك. الله يسلمك ويطول عمرك شهاب وما شاء الله تعطونها وقت تعطونها جهد هاي الموروث الاصيل هذه الميزه هذه متعه الطير ما اعرفها الا رايي. الطير خوي تعرف الخوي حتى صوتك ممكن انه يعرف الطير بين العرب يعني تزقره بس مهم برقع يمكن انه يتحرك. نعم نعم. ومنو عندك هني ما شاء الله من ربع سيف هني سيف سهيل سيف الباك سيف هو عمره ما يسمع لا ما يحب الكلمه ما بيني وحمد والرابع وين ساروا سالم بالسم سالم راح يعشي الطير راح يعشي الطير ها هناك حول الطير نشوفه ناخذ لقطه قبل شوي طبعا احمد كان
هذه شوف هذه تبالها يعني حاج واحد سواق بروفيشنال يقدر اتجاه الريح وين على اساس الطير ما ينزل قريب عندك ما ينزل كان بعيد. يا سلام عليك هاي تنحسب بعد انت الحين اذا هي فوقنا بالضبط ينزل الطير يمكن كيلو هنا ولا 500 متر خليها شوي انت تاخذ الريح وين محله تتجه اتجاه معين لين يوم يقبض الطير الهواء يجيبه عندك ولا عدالك يعني يكون صح فعلا مش بعيد يعني حول 200 متر وخذنا على الهلاك في ناس عندنا نحن بروفيشنال في الطيارات الجناحيه هي لا طيارات هليكوبتر هذول هذيلا وصلوا مرحله نحن ما وصلنا نحن عليكم الصراحه نحن حدنا هذه داخلني بعد بشاب سووا لهم مسابقات بعد هاي الطياره اللي تباع الطير هي خل هذه يعني شغلتها كبيره علينا نحن يا البدر تعلمها يعني عشان تعلم بالك 10 طيارات تكسر والله انك صادق مريت على ريال بالمتر اسامي يوميت ان عنده 20 طياره مكسرات قد خبره الحين لكن هذه لا هذه في يوم من الايام طاحت يمكن 500 متر فوق يعني وانا بلف عن الطير انطوى الحبل في المراوح ولا يا شيء لا ما يعني ممكن اذا انكسر فيها الجي بي اس ليش لانه على الكفر من فوق من داخل ممكن يكسر الجي بي اس بس اللي هو اللي شوف تهدي الحين شفناكم تدعون قد انا واصل المخيم عشان المشاهدين يعرفون واصلين مخيمنا هذا المخيم ناخذ اللقطه ايوه هذا مخيمنا مره ورانا يوم واصلين عند البوابه نشوف السيارات ونشوف الطيور قلنا لابد نلف على احمد بن هياي المنصوري شاعرنا وصقارنا ومبدعنا وناخذ علومه ويوم نشوف على الطيور نقول له ابو شهاب انتظر بني بكاميراتنا قال برايكم انا عندي 4 طيور وفي وقت ما جاي تلحقون وابشركم لحقنا عليه ابو شهاب بخليك احب نختم اللقاء البسيط هذا وخليك بعد لطيورك تم ما طلبت يا حسين عندي قصيده طويله لكن انا بعطيكم طادامكم انتم من لقاء طيور بعطيكم في وصف الطير اللي يقول فيها للطلع طير في فعوله براهين قرناس ثالث عام راكد وطلع قرناس واسبق من فروخ الشواهين قبل يتزين يكشف الجو والقاع اصبر عليه شوي ويسوق ويزين واصبر عليه شوي وتشوف لافاع يظهر وهو محمي من الجامه يمين يتصافق الينحان غاير وجزاع ان كان هذا الجو وينك وهو وين شرف ودور لك من القاع نطلع واثبت وخلى الثبت حوله نياشين وروح ولا للشك في هدة اهداء ولو قبلت خل سيرك على ثبتك بزين واليول من حوله مخامير وقع واللي معك متوثق بجيره شاهين راعيه ما قد بات ضايق وملتاع شاريه نقدي ما عرف ضيقة الدين ولا قد نشنت الوينق بنق عن وصل الإيداع يقرب قربه من رجال المهمين ويقرب قربه لأخوي الشيخ فزاع يقوم قبل الشيفه بعينه تبين وقلبه على وقت المغابيش رماع مبطي وهو يقنص خروب القعيدين ومشريات الوقت ما عاد يرتاع هده وهو متوثق بفعله الزين وللشارده دون اشهب الغيم رداع من فخت وطارت غدت بين نارين الطير قافيها وفي الارض مناع ما فيه لا شك ولا فيه تخمين ما تبتعد يا دوب 15 باع وغيم السماء والبرد من دون 20 والقاع نبته خالط أشكال وأنواع كأنه يسدد في رصيدك ملايين وصيده يشل هموم ويكمد أوياع هذه الغناء اللي تكود المساكين اللي قضوا دون المقانيص اللي غدوا دون المقانيص رداع يقضون عصرية في نفخ البوالين والصبح طير فلان وفلان هذه علوم يبيض الويه للحين واليوم ما دونك سوى مرحب الساع يما على الوشكة ومصطاح بقرين ولا ما عاد للطير هنا قلت هداع هذه في مقناص في مقناص ليبيا الله يفك الاخوان اللي بيه كانت ايام يعني بفلوس تشتريها والله يا ابو شاب انت ما شاء الله ما خليت بقع المقناص المقناص في كل دار لكن وانت من الناس ما شاء الله اللي تتعنى للحات المقناص و لان الحباره ما تعرف انت الحباره لها مرتع معين يعني صحيح مثلا عندنا هني قليل الحباره ما لا قد خاويناك نحن في رحلة ما بذكر وين لكن ما شاء الله ما فيك حيلة والله وإني أقولها صادق مبع على الهواء الله يسلمك مبدع حتى يعني تطلع ما طلعت من وناسة وما شاء الله عليه أبو الشاب يعني نغرف من بحر عطيك وعلم وهذا ربي طويل يعني عمرك طويل من هياي شاكرين لك هالنقاء الله يسلمك طويل ما خبرتني عن طيرك شو اسمه هذاك الأبيض
ناخذ له زوم يا بطل، مصورنا البطل وضاح. هذا وضاح من طيور حمدان محمد، شيخ حمدان محمد هزاع، طرش لي واحد من ربع، ومن خير الطيور يعني، هو الدرجة الأولى. استاهل صقر بعد وضاح. وهذا هذا تو فرخ جديد، خلطة جديدة يسمونها 3/4 جير 1/4 بريرة، يعني نسبة الجير فيه 3/4. هنا والربع الأخير اللي هو البريرة، اللي هو نوع من الطيور يسمونه بريرة، يرد للشواهين، يسمونه وكر الشواهين تقريبا. هذه النوعية الأساس إذا هي 50-50 ما في ما عليها كلام، بس هذه بعد نفس الحكاية. ليش زادوا الربع؟ على أساس يكون الطير أكبر جثة شوي، لأن لو هو 50-50 بيكون أصغر شوي، بس زادوا الربع يجربونه بس ونجح عندنا. العام أخوه نفس الأم والأبو عندنا موجود قرناص السنة ما شاء الله، نفس الأم والأبو. وشو صيده وشو؟ لا لا رقم واحد، صرنا باكستان العام ما في كلام. تستغرب من الطير اللي شكله ما يوحي على طيارة، يوم تهده طيارة تختلف غير. أي أيوة والله. والشاب إن بدأ كلمة أخيرة أنا بكتختم بها اللقاء السريع المشاهدين هنا بينون وقناة بينون. أنا أشكركم على المجهود اللي تسوونه. أنت يا حسين بيض الله وجهك، نشوفك في المنصة وإني هني ولأنك قدامنا، ترى السوق ولأنك قدامنا ما شاء الله عليك. عسى الله يعطيك الصحة إن شاء الله والعافية، ومشكور على هذا. أول عام نقول حنا وعدكم مشاهدينا دعم، وين نلقى بنهاية بنا نقنصه بقصيدة إن شاء الله، مو مخلينا شاعر مبدع من شعراء الإمارات المبدعين. نتواصلين هاي فقرة خاصة لكم مشاهدينا يا بيننا. الروح والدم يا اللي الوطن والشعب تكوين الدم، شفتونا يمكن لما عرفنا بخميس الشدي من احد اهم الملاك، قال لي ولدي حفزان عقب النتيجه، وما شاء الله انه مسله المركز الاول. ناموس ابوي حق الخير وعافيه. الحين ناخذ لقاء راحت الحين حاضرين. طول عمرك. ابوي خميس اول شيء ناموس على الانجاز الطيب، لان سمعنا حتى الاعلان يقولون كل اللي دخلنا في هذا الشوط مش اقل من 7 سيارات في رصيد كل شارك. هي 20 الحين كم فالمركز ناموس في ذمتي، فالمركز الاول على هذا الشوط معناته انجاز. يعني هي مو غريب عليها الانجاز، ونشكر الله ونشكر رئيس الدوله ولي عهد الامين وممثل الحاكم بالمنطقه الغربيه على جهوده والمتواصله، وعلى هالنظام الزين وعلى هالجوائز الزينه، وهذا ناموس يعني. ونحن شعب وشفتوا لله يعني نشكره ونهدي هذا الفوز الرئيس الدوله واخوانه جميعا. ربي يطول عمرك ناموس ونهديكم بعد الله يطول عمرك. الله يسلمك طول عمرك يعني طغم معك. الله يسلمك الله يسلمك. انا تعمدت اني الحق قبل ما يرجع المنصة، لأن من الشخصيات المميز دائما ولهم بصمة واضحة، وأيضا من الداعمين خميس الشدي، من الداعمين للمزاينات. عين عبينونة متواصلين. الله حيهم. مسموح أبدا. ناموس على وين إن شاء الله؟ أي عزبة؟ ونعم بن هياي. ونعم والله ونعم. والناموس وين هو بن هياي؟ أي سيارة هذيك؟ بنصير له بس كيف؟ هذا ها شغالين سيارتين. سمعت الملاك تصوير تصوير من التصوير حاضرين طبعا متنامسين ويستاهلون على الانجازات. كيف نقدر اذا بتاخر شوي اخوي محمد؟ تاخرت على المعامله ابي علي من هياي. طبعا هذا كله احنا مصور صح شباب؟ ايوه تعالوا بعدين قولوا ليش ما منتجت زين؟ هي رد يمين. طبعا مشاهدينا فرحه ما تنوصف للملاك الحلال بعد ما يتم اعلان النتائج، تشوفون يطلعون مسيره الى العزبه. ما ادري انا بخسار بس عقب يا المونتاج بنزل صوتي المشكله. بن هياي علي خلي ياخر شويه. والله سمحوني ما شاء الله عليه.
المايك سيد، المايك ما خصم منك ساعتين اربع ساعات ما خصم منك سيد. افتح لي الشباك سيد. محمد سلام عليك. المايك قدم شيخ محمد قدم. انت رد انت اخر خلك بن حياه. دقيقه بس دقيقه بن حياه ناموس ونحب نواصل وياكم المسيره بس حابين انه مسلك وهالفرحه وبهذه الاجواء والله يحفظك. الله يطول عمرك. سلم مشكور خذ المايك. والله العظيم انا ما ادري اصلا المسيره لمن لكن خذنا لقطات صح كفايه علينا اليوم مصورينا تعبتوا من الصبح صح؟ وانا لا انا تعبت يلا نسين المونتاج بس خلاص. مشاهدين عين عبينونه وصلنا الفندق ونبغي نسير المونتاج ونبدا المنتج لكن في الدبي تواجد احد الشباب حبيت اخذ انطباعه. عارف صالح ابو فتيله المنهالي حياك الله يا عارف. الله يحييك يا مرحبا بك. ايش حالك يا ابو صالح؟ الله يسلمك يا ربي. طيب. كيف الحال؟ لقاك المنصه كذا. الله يطول عمرك جزاك الله خير. ولقيناك عند باب الفندق قلنا والله الساعه المباركه طال عمرك. ناخذ انطباعك عن مزاينه بينونه. والله مزاينه بينونه مثل ما انت شايف يعني كيف بدت واليوم كيف استوت عرفت؟ في تطور كل سنه افضل من سنه. فالحمد لله يعني الشيء اللي وراه اهتمام وراه دعم وراه جهد لا بد انه يتطور. فالحمد لله يعني السنه متطوره وايد متطوره طال عمرك في كل شيء. متطوره في كتنظيم عرفت؟ ومتطوره كتحكيم ومتطوره في الشروط بعد. يعني الشروط الجديده هذه صراحه خدمه الحلال خدمه يعني شو اقول لك؟ العالم كلهم فرحوا. لان طال عمرك اللي اول الاشياء اللي استوي عرفت والغش واللعب اللي استوي في الحلال اول شيء لا يرضى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. وبعدين طال عمرك رفق بحيوان. ثاني شيء طال عمرك تهضم حقوق الغير. انسان شاري مشترى صح وحلاله زين ويك واحد طال عمرك مطيتها والله انها ولعب فيها وسوى لها شغلات وكذا وياك طال عمرك وخذ مراكز الاولى وهذا تم على مركزه. لكن الحين طال عمرك بان الصح وظهرت الحقيقه واقولهم بيض الله وجوهكم عرفت صح. شارك ولا وتشارك؟ انا مشارك اليوم وودي الحق النتيجه لانهم بيعلنون. الله يوفقك ان شاء الله. يسلمك يا ربي طول عمرك يا حسين. مشكور يا ابو صالح. الله يوفقنا وياك. قناه بينونه اتمنى لها التوفيق واتمنى لها طال عمرك الرقي والتقدم وهي كل سنه افضل من سنه ودوم يعني متواجدة في المحافل التراثية فهذا شيء طيب وهذا الشيء اللي نحن نترياه منها لأنها إماراتية. أشكرك. الله يجزيك خير. ما شيء فاصل ننتقل لفقرة ثانية. متابعينا نحن أخذنا لفة حول المهرجان يمكن يكون على يمين المنصة الرئيسية وقلنا بناخذ لفة على العزب ونشوف شو الأجواء حوالين المهرجان. طاحت نظارة مصورنا ونزل ييبة حصلت نظارة؟ مشاهدينا اذا تروح قدم سيد خصمنا منه ساعتين اليوم كم تبغون نخصم منه؟ هذه سواقته شوف سواقته ودتنا يا سيد مالك السواقه ومالك البار يا سيد خلني انا بوديك العزبه يا سيد. طبعا سيد شارد ورا شوف طالع لا سيد اقول لك حاجه تعال اهو سيد شو السواقه؟ يعني كيف السوق بهالطريقه يا سيد؟ قال ما عنديش ليش انا وين سيد شو السواقه؟ شو غرزنا ورانا تصير لا حول ولا قوة الا بالله. الحين شو طلعنا نحن؟ خلاص انا تطلع ان شاء الله ان شاء الله تطلع. يلا احفر احفر وهذا طبعا مصورنا البطل انس.